صباح الخير عن جديد. موضوع حلقتنا لليوم عن الفضفضة، وبالواقع هي ضرورية وبتخلينا نحس بالراحة، ولكن في شروط لازم تتوفر فيها حتى ما تحول نتائجها وتصير سلبية على الشخص اللي عم يفضفض وأيضا على الشخص المستمع. خلينا يا جودي ناخد الدراسات اللي حصلناها ونخبر الناس عنا بأربع أو خمس نصائح. يعني أول شرط لما نفضفض لحدا لازم نتأكد أنه هذا الشخص ثقة، وهذا الشخص الثقة لازم يكون مختار بعناية. ثقة يعني ثقة، مو يعني نحن نوثق فيه بمرة وتاني يوم بيكون غيرنا عم نوثق فيه ويجي ياخد أسرارنا ويفضحها عند الناس التانيين. وأهم شيء كمان لازم يكون منبع حنية صحيحة وليس انفعالي وعاطفي. الشرط الثاني لازم يكون الشخص يلي عم نفضفض له ناضج ورزين وغير منفعل، مو تصرفاته طفولية ولا تنم عن عمره، ولا تهزمه العاطفة عند تقديم النصائح. الشرط الثالث إنه يكون الشخص اللي عم نفضفض له مثل ما ذكرنا عم يسمعنا كتير صح، ونكون نحن صريحين بالشيء اللي عم نحكيه، والأهم ما نسيطر بعواطفنا ومشاعرنا بالغضب مثلا نحن وعم نحكي، يلي ممكن تقودنا للرغبة بتشويه صورة الأشخاص يلي فادونا بمرحلة معينة من حياتنا، وبهالحالة لما عم نفضفض نندم لاحقا، وبهالطريقة بيرتبك السامع وما بيقدر يرتب أفكاره بشكل صحيح لحتى يقدر يقدم لنا نصيحة ويعرف شو لازم يخبرنا بدون زيادة حجم المشكلة. الشرط الرابع التمييز بين المواضيع يلي منحكي فيها ويلي ما منحكي فيها، يلي لازم نفضفض فيها ويلي لازم نحتفظ فيها داخلنا. فالمشاكل الزوجية مثلا والأسرية خط أحمر قد يؤدي تدخل أطراف أخرى فيها لحدوث شرخ في العلاقات العاطفية والزوجية، خاصة لما يخبر أحد الطرفين أهله بكل شيء عم يصير معه. الشرط الخامس خلينا نراعي تقلبات الزمن وقت نحكي، وعلى قولة الشاعر محمود درويش لا تكثروا من الفضفضة فإنكم لا تعلمون متى يخون المنصتون. الشرط السادس عدم الفضفضة لشخص حالته النفسية أسوأ من حالتنا، هون بيكون في تسابق سلبي، هالشي غالبا رح يزيد من إحباط الشخص اللي عم يفضفض بدل ما يخلص من همومه ومشاكله. يعني كتير من الناس فعلا بيختاروا وقت وزمان ومكان وشخص غلط ليجوا يحكوا له أسرارهم، وكتير مهم عن جد برد نحنا نعرف هذا الشخص اللي بدنا نفضفض له إنه وقته مناسب، ظرفه مناسب، حالته النفسية، حالته البدنية، صح. قدران يستوعبنا وقدران في حال فضفضنا له يقدم لنا نصيحة، أو ممكن مثلا بس يسمع لحتى نحنا نفرغ هاي الطاقة. اليوم ما في حدا قادر يسمع عن جد الواحد دوبه مشاكله. مهم كتير من التعليقات على موضوع حلقتنا عم تأكد إنه ما نضل نحكي بالموضوع ونرجع نعيد فيه، لأنه الفضفضة بهالحالة رح تصير مزعجة للطرف الثاني وأيضا ضايقه، وخاصة لما ما بيكون في فائدة من الإعادة. بعد التعليقات رح نستعرضها سوا.